الأول، الإمساك ده حاجة شائعة، أكتر أسبابها تعود، يعني اختلاف الطبيعة يغير الإيه طبيعة البراز، والحل إن احنا نرجع الطبيعة دي تاني، يعني الأدوية مش الأول، الأول النظام. أول حاجة إن احنا عايزين نشرب مية كتير، نشرب كوبايتين لبن في اليوم، ناكل خصتين أو كيلو خيار في اليوم، ناكل برتقانتين ثلاثة بالقشرة البيضة اللي عليهم أو ربع بطيخ. كويس، الأهم من كده إن احنا نعمل ميعاد ثابت للحمام، يعني ما استني اللي ما يستنكيش، تعودي جسمك إن في ميعاد ثابت أكون واكلة وفاضية، مش بقى ورايا حاجة ومستعجلة وحد بينادي عليا وبعدين أدخل، طب ما أنا مش هعمل، لا أكون واكلة وفاضية وثبت الميعاد كل يوم بحيث الجسم ايه يحفظه. حلو كده. بعد كده هنكتب علاج بسيط، المفروض ان هو شويه كده على ما تتعودي، وبعدين نقلله وبعدين نوقفه. نادرا في موضوع الامساك ده ما نعمل فحوصات زي منظار او غيره. هنعمل الكلام ده امتى؟ اذا في اي علامات خطر تانية زي نقص الوزن، انت اللي كنت بتخسسي اصلا، انما زي انيميا، زي دم مختف في البراز، او لو في دم واضح في البراز، فهنعمل شويه تحاليل برضو نطمن ان احنا ما عندناش مشكله تانية، واتظبطنا بالنظام اللي قلنا عليه وبعلاج خفيف، يبقى خلاص الدنيا مش محتاجه لا فحوصات ولا محتاجه قلق ان شاء الله. ماشي.